السلام عليكم. اسم ديالي محمد علوان، حاصل على شهادة البكالوريا 2019 شعبة سيونس إيما، فورماسيون 3 موا ديال زوبيراتور انفورماتيك، ديبلوم الكتروميكانيك. انا واحد من الشباب ديال منطقة سيدي حرازم. الفكرة اللي بغيت نوضح للناس، كيقول لك بحال دابا كيجيو الناس لهنا سيدي حرازم كيلقاو شنو يجلس، ها هي البلاصة، ها هي خاوية، ها الناس كيجلسوا هنايا، كاينين عائلات جالسين على فراشة. هاد البلايص اللي كيتفرشوا هنايا كاين الناس اللي كيعكزوا يجيبوا الفراش ديالهم، مثلا 10 دراهم جوج حصاير ومانطا وجوج خدادي وطبله ب 10 دراهم، راه ثمن مناسب. هما الالعاب هنايا مثلا الالعاب 5 دراهم للدراري الصغار، ثمن مناسب، الثمن فين ما مشيتي راه كتلقاه. بالنسبه للناس اللي كيقول لكم لا تسدح حرازم، كيديروا غير كيفرشوا هنا ب 16، شي حاجه تشري ما كاينش، غير العام اللي داز كانت الفيضانات. شكون اللي نظف داك الشيء ديال الفيضانات؟ نظفاتهم الدوله؟ والله ما كاين هذا الشيء. هذا انا واحد من المتطوعين وابناء المنطقه هنا، حنا اللي تطوعنا ونظفنا هذاك السراب، كانت الصحافه وكانوا بزاف ديال وسائل الاعلام. غير الفكره اللي بغيت كياخذوها لنا الناس تفاس باللي حنا ولاد المنطقه حنا ما مزيانينش، ولكن حنا راه حنا كنعتبروا جزء من مدينه فاس، حنا كاملين بحال بحال هاد ولاد فاس كاملين حنا متضرين. انا دفعت السيفيات ديالي في جماعه الشركات في مدينه فاس وما استفدت من حتى حاجه. فاس حنا كامل كنعرفوا من الاضراب ديال التسعينات، وفاس غاديين بحال اللي دايرين معاها واحد الضد اللي كيحاربوها جميع الابناء ديالها، كيحاربوها رؤوس الاموال كاملين هزوا فلوسهم مشاو لطنجه كيخدموها. فاس هي المدينه الوحيده اللي العمر ديالها كيشهد عليها 12 القرن، مدينه عتيقه اعترفت بها اليونسكو ديال التراث، كانت مدينه صناعيه، الصابون جميع انواع المواد كانوا كيتصنعوا على مدينه فاس، كما كنشوفوا لحد الان مازال كتقوم الصناعه التقليديه دار الطباخ. هادشي كامل كنشوفوا فاس كيحاربوها. مثلا غير انا واحد من الطلبه اللي كانوا كيتعذبوا، اللي اضطريت نشري موتور غير باش نمشي للمدرسه ديالي، انا الجزاء ديال الموتور انا داتي كامله مازال بالقصيده. انا عندي الالعاب ديال الدراري الصغار، لي جو ديال الدراري الصغار، لي فواتير بوتيت فواتير ديال لي زانفون. لا ما كاينش هذا الشيء. هذا انا خرجت، انا مشيت لوازان، مشيت دوزت واحد الكونكور ديال الضباط، قسما بالله لك افطرت ب 25 درهم فيها خبزه وجوج بيضات ب 25 درهم في المجاعره. يلا هنا 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 كيفطروا الناس، راه واحد السناك كيفطروا ب 10 درهم كيعطيك الخليع والبيض، انا فطر بجوج بيضات وخبزه ب 25 درهم في وازان. الحركة هنايا في سيدي حرازم بالمقارنة مع صيف الأيام العادية كي كتكون؟ كاين كان ركود اقتصادي، كان ركود في السياح. حنا أصلا كنخدموا مثلا غير في العطل ولا بحال دابا في الأيام ديال لي ويكاند. قريت في لافاك ديال دهر المهراز، درت شعبة قانون بالعربية. لا ما قريتش ابن حزم، قرينا غير هنايا كما كاين ليس كما هضرتي. انا اضطريت هنا نقرا علوم انسانيه حيت كاينين جوج شعبات، كاينين غير جوج شعبات، اضطريت اللي خصني نمشي نتنقل لفاس، وانا مازال ديك الساعات مازال ما عنديش الامكانيات باش نمشي. لا غير في فصل الصيف ولا في ايام العطل الناس كيعجبهم هذا الجو هذا، ولكن مثلا في النهار ما كيكونش على حسب ما كاينش الشجر فين يضلوا الناس. الرساله اللي كنبغي نوجهها للمسؤولين بصفه عامه، خصهم ينقذوا مدينه فاس. مدينه فاس تستاهل ما احسن، مدينه فاس تستاهل الشباب ديال فاس قاريين واعيين. كان كما كنلاحظوا غير اللي صنع البطاريه ديال التليفون فاسي، بزاف ديال الناس فاسيين اللي نقذوا العالم. داك الشيء علاش كيتسمى فاس حاكم العالم، راه ماشي فاس حاكم العالم بالاجرام، الاجرام والله ما كاين في مدينه فاس. مدينه فاس هي الوحيده اللي مجهزه بجميع الكاميرات في الشوارع ديالها. مدينه فاس كتعتبر من الناحيه ديال الامن زايده على بزاف ديال المدن مثل الرباط، دايرين بزاف ديال الامن في مدينه فاس. فين ما منين ما دسيت تلقى باراج ديال المخزن، فاس هي الوحيده ما يمكنلكش تمشي بها بلا كاسك. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.